المجموعة سي اش بانك حسرات الحسابات ديالها هادي نهار الاربعاء والحمد لله المؤشرات ممتازه بحيث انه لو بيلون اي الميزانيه الماليه ديال 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 جروب سيج بانك من ناحيه ديال الاصول والخصوم تجاوزت 125 مليار تحسنت اي ب 8.8% مقارنه الى 2022 من ناحيه ديال الودائع كان كنحصلوا على واحد التحسن ب 7.8% ولا 6% 74 أه مليار ديال الدرهم ديال الودائع ديال العملاء ثم من ناحيه ديال القروض عندنا 90 مليار ديال الدرهم أه تحسنوا ب 8.8% مقارنه الى 2022 من ناحية ديال الناتج الصافي البنكي تحسن بسبعة وعشرين في المية مقارنة إلى ألفين وعشرين وتجاوز أربعة فاصلة نقولو أربعة مليار و مليون ديال الدرهم هاد النتيجة اللي هي ممتازة حصلنا طبعا بالديناميكية التجارية ديال ديال السياش وأيضا نقولوا لا دي مارشي اللي هي نتائج حسنه من ناحيه ديال ديال الحصيله الصافيه الموطدة حصلنا على 7 و 770 مليون ديال الدرهم ومن ناحيه ديال الحصيله الصافيه بالنسبه المو... المجموعة حصلنا على 710 مليون ديال الدرهم بتحسين تقريبا واحد 7% مقارنه ل 2022 الحمد لله كما كتشوفوا انه المؤشرات مزيانه ولو انه هذا العام كان عندنا واحد التكلفه ديال ديال المخاطر اللي كانت شيئا ما مختلفه على نقولوا على السنوات الماضيه بحيث انه تزوجت 1.13% أه وهذا شيء طبيعي لانه ناتج على الاراده ديال 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 المانجمنت ديال سياس بنك انه ينوع ينوع القروض ديالو كنذكر انه سياس بنك كان القروض ديالو مخصصه في في العقار ومنذ واحد تقريبا اقل من 10 سنوات اختينا بواحد التنويع ديال هذه القروض ودابا عندنا عندنا نقولوا لو كو ريسك اللي جا من بعد واحد خمس سنين كنا كانت تكون عندنا واحد كل المخاطر تتكون صفر فاصلة خمسة في المية دابا تزوجنا واحد في ولكن هذا مؤشر اللي هو طبيعي ومقارنة السوق هو حاجة طبيعية